مضاربة من عيار ثقيل بالمدينة المنورة، شاب يكسر جواله والسبب صادم. بنات المدينة مسوين صابون غريب وعجيب، ما هو سر عدم زواج الشباب؟ علي الزامل يقول لا تمدح زوجتك، وإيش سالفة الفصول الأربعة؟ كل هالأخبار راح نعرفها اليوم في حلقة سريعة من ذا لافل سعودي شو. لكن قبل لا نبدأ اضغط الثلاث نقاط اللي فوق وسوي اشتراك. في مقطع انتشر بالمدينة المنورة لمضاربة نارية في مكان جدا معروف ومشهور وكل أهل المدينة يعرفونه. طبعا إلى الآن ما أحد يعرف إيش سبب المضاربة، لكن اتكلمت عن هالموضوع لأنه بدأ المكان بالتحديد دائما تصير مضاربات، وللأسف تكون أسبابها تافهة جدا. يعني المكان متنفس بسيط وجميل لأهل المدينة، حافظوا عليه وخفوا المشاكل. للمعلومية طلع بيان رسمي بأنه تم القبض على اللي ضاربه. في مقطع انتشر لشاب يكسر جواله ومعه ايفون 13 عشان المامي والبابي يجيبوا له جوال جديد. بس غبني يا جماعة، قهرني والله. هو يكسر جواله، يا اخي احمد ربك انه معك ايفون، خيرك يتمنى الايفون اللي بيدك. لو انا مكان اهله والله لاجيب له ابو كشاف وعلمه شلون يبي جوال جديد. طبعا وزارة البيئة والمياه والزراعة منظمة فعالية في المدينة المنورة تحت شعار تمورنا بركة. طبعا هالفعالية شاركوا فيها كثير من الناس اللي منتجاتهم فيها تمور او تخص التمور. المهم في بوث لفت نظر الجميع والكل اتجمع عليه، بنات مسوين صابونة مستخلصة من عجوة المدينة. والله حبيت الفكرة. وتقول صاحبة الفكرة ان جاتها الفكرة ان التمر فيه فيتامينات كثيرة وكذا وسووا هالصابونة. صراحة فكرة مميزة ويشكروا عليها. في سؤال لمذيعات قناة روتانا خليجية لبعضهم، إن المذيعة أودي سألت مها إن إيش رأيك في عزوف الشباب عن الزواج؟ طبعاً مها ما قصرت ما شاء الله تبارك الله، قالت كل شيء بخاطرها، وقالت إنه البنات هاليومين ما تبي تطبخ ولا تبي تسوي أي شيء، ولا تبي تبني زوج، ولا تبي تبني بيت، ولا تبي أي شيء في الحياة. معاملة الزوج كفانوس سحري، إنه يجيب لها سيارة ويسفرها ويطلعها. والله جد من أنا فانوس سحري، من أنا فوانيس سحرية يا جماعة. شكراً مها، قالت إنه بخاطر. طبعا الكاتب علي الزامل غرد قبل كم يوم وقال لا تمدح زوجتك. انا انصدمت اول جد قبروش بذا، يقول لا تمدح زوجتك وتتغزل بها امام خواتك عشان ما يغارون منها وممكن تصير مشاكل واحيانا توصل للطلاق. والله كلامه مقنع، الغيرة موجودة في كل انسان. انت تحب شخص لا تمدحه قدام احد يحبك عشان طبيعي بيغار. ايش سالفة الفصول الاربع؟ طبعا الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، في بعضهم زعلان على موضوع الفصول الثلاثة وفي بعضهم حاب الموضوع. لكن قبل كم يوم طلعت متحدثة التعليم وقالت انه كان هناك دراسة انه مطبقون نظام الاربع فصول. طبعا اللي كانوا يشتكون من نظام الثلاث فصول احمد ربك احمد ربك انه ما طبقوا نظام الاربع فصول، لو طبقوه بالدوام شتاء صيف ربيع خريف. قل الحمد لله. متابعينا في السعودي شو، ادري انه هالحلقه كانت سريعه لكن ان شاء الله انها تكون حلقه خفيفه ولطيفه على قلوبكم. انا اخوكم عبد الرحمن السيد، اشوفكم كل اثنين وخميس الساعه 9 بتوقيت السعوديه، وكالعاده لا تنسون تتابعون حسابات لافن السعوديه. يعطيكم العافيه وفي امان الله.